انا لما بشوف رجل دين، ومع على فكره احنا بالاسلام ما كان عندنا شيء اسمه رجل دين، احنا عندنا علماء. انا لما بشوف رجل دين هو عمال يعمل العزه تبعه من اي طائفه كان، مش ما خليني بيهجموني كثار، بيحمل عصا مذهبه ومؤلمظه، بينما السيد المسيح كان يعمل عصاه عصاه خشب. وبيظل هذا اللي عم نعيشه. انا بلاقي المقتل هون. انا الامام علي عليه السلام ما كان عنده مرسيدس 350 حاطط عليها علامه معينه وبيمشي فيها وشبه مفيم. يا كمان بعض علماء شيعة او السنه، ما كان عمر بن الخطاب اللي كان يتناوب هو واللي كان معه مين بجر الناقه لما كان بطريقه الى القدس. مشي عاري عمر بن الخطاب، ومعروف شو اقواله لعمر بن الخطاب حول العداله الاجتماعيه، ومعروف موقف الامام علي. نحن رجالنا الدين ما لازم يكونوا بهذا، لازم يكونوا مناضلين حقيقيين. كل العظات تبعيتهم هلا بالكنائس مزيد لازم تكون لقيامه هذا الشعب، لقيامه ثوره حقيقيه نستطيع من خلالها ضرب هاي الطغمه. مش الطبقه، غلط نحن نقول طبقة سياسية، الطغمة الحاكمة في البلد اللي لازم انه نحن نسيطر عليها ولازم نضربها. حتى ولو الصدمة الدموي، اجا وقت نعمل صدام، لازم نعمل صدام دموي مع هاي الطبقة حتى تستطيع انت انك تنشئ ثورة. ثورات ما بتقوم بتوزيع الجاتو، ثورات ما بتجي على التلفزيون بصير نطلع انت احكي وانت كذا والدولة ما هيك الثورات. ثورات بتمتلك ايديولوجيا وطنية ذات رؤى لقيامة الدولة المدنية الوطنية العادلة بالبلد اللي لا بتخضع فيها لأجنبي ولا تخضع فيها، وبدها هيدي نضال، بدها قوة وطنية، هيدي المعايير اللي حطيتها، بدها شيعة وسنة ودروز وغيره ينسوا طوائفهم. هاي المعايير اللي حطيتها صعب تطبيقها هلا. لا طيب صعب تطبيقها يعني. بالتالي لما بدنا كل هيدي المعايير لحتى نوصل لدوله علمانيه، ليه صعبه؟ صعبه للسبب ذاته. مقدمتها هلا اذا هول في تغييرين قاعدين عم يلعبوا يمزحوا، صعبه للاسباب ذاتها اللي عم تحكي عنها. نعمل هلا قانون انتخاب عصري بانتخابات نسبيه على قاعده لبنان، دائره واحده او دائرتين بالاول، اول اربع سنين، بعدين بدنا ننتج نحن جيل مثل العالم، يطلع مش جيل مثل هول الشبيبة. بس مين بدهم يعملوا هيدا؟ بدنا هيدا قانون الانتخاب؟ بدنا نناضل بالسياسة، بدنا نوقف كل شيء هلا، هيدا أهم. إذا بدنا نبني هلا، إذا حدا عم يسمعك بيقول لك ما تقعد تنظر على الشاشة، قوم تفضل افتتح الشارع. أنا مستعد أنزل أول واحد، ما مشكلة عندي. بدنا ننتخب رئيس جمهورية يتبنى ذلك، يتبنى هيدا الامر، يعني يطلع هو عمال يحكي بمشروعه انه كيف بده يجي انه عندي هيك. استاذ رفيق، كيف بده يجي رئيس جمهوريه منتخبته هذه الطبقه او هذه الطغمه مثل ما حضرتك سميتها، ومنتخبته اصلا تعرف لا ينتخب رئيس جمهوريه، بعدنا عم نقول وان باكج، بده يكونوا حاصلين مقسمين الحصه كلها على بعضها وعاملين عارفين مين رئيس الحكومه ومقسمين الحكومه ومقسمين صحيح. المراكز صحيح. ومقسمين كل شيء صحيح. هذا رئيس الجمهوريه بده يوصل اصلا يوصل محمل ألف من نية يعني، وعنده ألف حساب بده يسكره. هيدا رئيس جمهورية، كيف بده ياخدك على هيدا التغيير اللي عم تحكي عنه؟ قلت لك كل الإرث اللي حملناه واللي جايبينه من 92 لهلا، وأنا برأيي مش من 92، اللي جايبينه من 43، لبنان بنية افتراضية حتى من 1929. هل كان عم نقوله من الأساس؟ لبنان بنية من أول انتخاب، بنية افتراضيا، وإجت فرنسا ركبت هذا البلد، معلش ركبته على أنه معلش أول شيء هذا بنخلي بلد للمسيحيين، بنعمل له شوية أطراف، كبرته وغيره. لجالك هلا في عقل البعض اللي مش قدران يتقبل الآخر لأنه بعده يعود إلى هذه الخلفية. ما بدي فوت هلأ بالتاريخ، إجا وجينا بنينا بلد يتقاسمه الهدن والحروب ويحكمه الآخر، هو هذا الآخر اللي مازال من عهد المتصرفية حتى الآن. هلأ مين اللي عم يدير البلد؟ سفراء يديرون البلد مش هيك؟ ونحن بكل وقاحة بنقول ناطرين الكلمة من برا لحتى ننتخب رئيس جمهورية. يا عين منا بلد، ويا عين منا سيادة، ويا عين منا استقلال، ويا عين منا شرعية، ويا عين منا. لذلك انت ايه، انا عم اقول لك نحن رايحين للأسوأ، واذا استمر خذيها مني، اذا استمر هيدا الانسداد من هلا لقانون تاني بده يستمر، قانون شباط بيدخل
تدخل البدائل، من بين البدائل اغتيال مدوي. اف انا عم بقول لك يا بنهايه السنه، بتعرفي كل سنه احنا كنا نقيم انا وياك القصص كيف تحصل. من بين البدائل اذا لم يتمكن هيدا التناغم اللي عمال ينعمل الامريكاني سعودي كذا، سعودي بعده لهلا بس حدا انا بعرف مسؤول سعودي بس يجي بيصير لبنان بيعمل هيك، عمل لاحدهم عمل له هيك بس في يبدو شوي تطورات ولا في شيء، كله كلام بكلام لحد الان حتى الفرنسي وما عنده في كلام عن مبادره. هلا حنحكي عن المبادرات بعد ما تبلورت، ما عرفوا ما عم فريق. لذلك اذا صار في انسداد ونحن ببلد تحكمه تناقضات استخبارات بلشي من اسرائيل للامريكاني للكل مش هيك، قد يكون القتل على مفرق طائفي ما. سمعني انا شو بقول لما بتقلي مدوي يعني من مدوي اي وزن؟ يعني لو بده وزن يعمل عم تقول مفرق طائفي ايوه يعمل مشكل بالبلد منفوض ببعضنا بميني حرب. اي مفرق طائفي عم تحكي عنه؟ على الطريقه الصوماليه. لا لا قل لي اي مفرق طائفي. هلا مفرق المسيحي في مخاطر، في مخاطر على المفرق المسيحي، المسيحي او الاسلامي بلا ما سمي مشان ما يقولوا انا ما يعني غيره. ساعتها انت بتفوتي بميني حرب على الطريقه الصوماليه، حرب مفضله يعني امن مفضله بالمناطق مش قيام مثل ما صار بال 75 انقسام. بس بلش يظهر هذا الامن المفضل. ايوه ما خلص ما بلشنا. بلشنا بلشنا. بتحبي اعطيك امبارح مثال؟ انا حاعطيه مثال شخصي. انا تفاجات ابني ببلغني انه اجت مره ضربته بسياره بنزله الرحاب من ورا، عم ينزل من السياره بده مشان نشوف شو القصه. هجموا شيء 20 30 40 موتسيك مع المره ومش عارف شو، وبي واحد بيقدم حاله على هيك ونزلوا مسلحين بيقول له انا مسؤول المنطقه. قال له انا بدي اجيب الخبير وبدي اجيب الدرج بدي اجيب كذا. يعني بعدين لما تلفلي قلت له احسن ما انا ابعت ناس ويصير مشكل، طلع من الموضوع نحن بنصلح السياره. بس انا وقفت عند كلمه انا مسؤول المنطقه. على الموتسيكلات مسلحين نحن مسؤولين المنطقه موجوده. طيب اذا موجودة صار بكل انا بقول لك امن مفضل، انا بقول لك امن مفضل ايضا مثل مشهد جنود الرب الاشرفيه مثلا، مثل مشهد مثلاً غير مناطق يعني كمان موجود. لذلك 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 نحن رايحين يمكن عم بقول يمكن اذا ما لحقنا على مثل هيك خيار انت ساعتها هيدا بده ياخذك على طائف ميني طائف بتعديله، او بده ياخذك على مؤتمر بمكان ما سواء بالدوحه او شيء.